عسلامة مدام. عسلامة. مرحبا بيك. والله يعني حمدون. عايز قلت لي عندك مشكلة كبيرة مع أطراف معروفة وواصلة. معروفة وواصلة كبيرة برشا برشا، دمرتني أختي. كيفاش دمرتك؟ خلينا نحكي من الحكاية من الأول بالكل. كيفاش بديت؟ أنا من الأول ما حكيت لكم، قلت لكم كنت في الوظيفة وكل شيء. السادة المشاهدين أي باش نذكرهم، ماني حكيت لهم في الوظيفة والدنيا والناس اللي عملت فيا الشر قبل في الدولة، هما ربي يهديهم واستجرموا فيا كما حبوا، وخاش من وظيفتي وعندي معناها الأدلة اللي يدل بالفيديو، فهمتني؟ العباد اللي ما خليوكش تخدم خدمتك في الوتيل هذيك نعرفوها الحكاية. هذيك في الوتيل هذيك نجيو نحكيوها تو باش نحكيوها. الناس هذيك معناتها دمرتني، فلت أمري ربي. باهي كيسايا الناس هذوما اللي في السلطة قويين برشا، فهمتني؟ وقت لي أنا وقت لي سي معناها عملوا فيا أختي وتجأت على صغاري لازم ندافع عليهم. قلت بس لنا كيفاش عملوا فيك؟ عملوا فيا، عذبوني ضربوني كيما هبطت الفيديوهات اللي صارت عليا البريود اللي فاتت، فهمتني؟ هبطت على الناس هذوما اللي في الدولة، زاد هبطت عليهم الفيديوهات هذه. مش راني أنا نتهم في ناس تخدم في الدولة، معناها أنا مش نتهم فيهم، أنا الناس اللي هذيا عندها يد في الدولة وعملت الشيء هذايا فيا أختي لازم نحكي عليها، خاطر حتمتني. أول تحتيمة بديت لي في وظيفتي وحكيت لكم عليها ووريتك ديجا الفيديو نتاع المارشي الجروب، بس معناتها بني عمي سكروه باش يدافعوا عليا باش ما حشي يمسوني وما حشي يدوروا بيا، معناتها خليني نعيش صغاري عيش الكريم. باه دارنا أختي هذيا باش نوريها لك كنام في القروان، الكنام نتاع القروان في وسط الرحبة، أكل كنام والفوايه وماجيك نتاع سبور هذوما مع بعضهم، معاو فيديو زاد وريه. اي هذيك كانت دارنا ومعنا جيراننا، كي كانت دارنا ومعنا جيراننا مولوده في وسطها البلاصه هذيك، خرجوا بابا اختي تبش قريب 100 مليون تبشنا في وسط الدار. وش تعويض؟ لحظه التعويض كيفاش؟ التعويض نزيد نوريك الدار اللي عوضونا، عوضونا بيت وصاله والناس اللي يسكنوا معانا، ماخذها رجل الاعمال وماخذتها الدوله مع بعضهم خذوها. سي رجل الاعمال والدوله كي خذوها عمل لك عطاه الجيران اللي بجنبنا الاخرين، عطاهم ثلاثة ديار اللي يسكنوا معنا نفس الدار، عطاهم ثلاثة ديار ونحن عطاونا بيت وصالة. تجدت بابا مسكين من كثر ما تجدت وما تقهر مع الشيء تقص ساقيه مسكين، تحتم تحتيمة أشد التحتيم. بريود اللي قري في صغار، تصور أنت بريود ما صغار احنا صغار في ال 15 أنا في ال 16 أنا متربية، قلت لك مولودة غادي ومتربية غادي ونخدم في صندرفيل، تعب تسأل أي إنسان اش عملوا اختي؟ تجلت بابا مسكين وتعاق ما عادش فيه. اش عملوا؟ هزوا له صغار وزوز الاطفال كي قالوا له معناتها كانوا يقراوا. خواتك؟ اي كانوا يقراوا لاباس عليهم وكانوا عايشين عيشة الخير. نفس الفازة اللي صايرة معايا تو. هزوا له صغاره للاطفال. اي قريت الاطفال نتاع حافوز. قراوا غادي. مانيش الدمار. الناس اللي سخاش في الدولة شوش قاعدة عملت، وفي الاخر سلمت امر ربي فيهم وكل اختي ومشيت امي كرينالها واحنا كبرنا. من هون يبداو المشاكل؟ من هون يبداو المشاكل. اه من هون بدات القضايا وبدات الدنيا وبدات التيتروات وبدات يركب لك اللي انت ضد فلان واللي انت ضد امني واللي انت، فهمت؟ انا راني ما عندي حتى اعتذار من ضد امني باش نتقبح فيه ولا نسبه ولا ما كيستفزني، انا نناقشه وهو ما يفهمنيش يبدا يطلع عليا. هل يعقل انت بتستفزني وانت تطلع عليا وانا نحكي لك في وضعي نقول لك امان شو اللي صار لي؟ زدت مشيت اختي خدمت مع الناس هذم اللي في الوتلة بعد المشموم، ما حكيت للعبيد. اي كنت تبيع في المشموم في الوتيل ما خلاوكش تخدم في وسط الوتيل. السيده ذي نخدم معاها مريقله لاباس يا اختي، جات السيده ذي اللي حكيت لكم عليها وخرجت في بابا رازي وقالوا لها تم بدعوه المظلومه الطفله الزواليه اللي تبيع المشموم، عملت لها وعملت لها اش قالت؟ قالت عملت لها انا السحر. هل يعقل انا كيفاش نعمل السحر؟ نتدمر انا تو هكا ماني راني واصله كيفهم صح ولا انا غلط؟ باهي هنا اختي سيد دمرت انا، فات شكيت للرئاسه فات شكيت ونوريك اختي المطالب نتاع الرئيس، هذوما البنوات نتاع الرئيس يا اختي، نمشي للرئيس نشكي يطردوني يخرجوني من غادي، مشيت لحقوق الانسان توا هذا الغيه ونساه، هاني سيد ذريت في الخدمه ومانيش نخدم وصحتي طاحت وكل شيء مشى ربي عاود، ديما نمشي اختي نسيق في المجلس ونعيط يا ربي يا ربي خذ لي حقي، راني وليا راني تدمرت من الناس هذوم لانهم اشخاص طلعوا خويين في الدوله واشخاص طلعوا يحكموا في الدوله. الرطل يغلب الكيلو ما يغلبش الكيلو، بالطبع الرطل باش يتهان ويتحط تحت سقين.
والكيلو باش يطلع وانا باش نتقهر. انا ما نحبش نجي في المرحله اللي وصلها البابا كيف اكلوا داره وعملوا فيه ومات وصرا فيه كل شيء. انا جيت فيه انا تو اختي رجلي توقف سي ما عادش عندنا فلوس شريت تليفون مسروق وسكروا عليا الدنيا رب العالمين كل ما نمشي لهاش وما نقفل حتى مسؤول باش ياخذ لي حقي اللي نمشي له يقول لي عندك ربي نقول له مان نعرف عندي ربي ما يا ربي ما يخليكش تعمل لي هكا شي يقول لي يقول لي الله غالب هذيك بلادنا كيفاش هذيك بلادنا انا توا جيتك قلت لك يا انسان بوم تشد في الحبل شي تليفون تحكم بعام صغاري عندهم شهر ونص ملي توقف بوهم ما يقراوش تفش معناه ما يقراوش اللي انا باش نوري للعالم ولادي كيفاش راني فيهم فقدوا ترنمو 7 شهور لا يترنوا ولا يقراوا ولا يعملوا في شيء ولا يقراوا ولا حتى شيء. مشيت اختي عندي قد خذيت النقله من المدرسه هاي النقله هما يقراوا في قروان اللي هما يقراوا في قروان وبوهم صيف السجن صيف السجن ما عادش عندي حيله سي دمرت هذه النقله اختي الاولى وهذه النقله نتاع ولدي ثاني المدرسه المدرسه علاش لانه باش خواتي ديبانوني انت معني هما قاعدين في الدار خاطر قاعده نقل فيهم ديجا للمدرسه اخرى اي اللي انا على اساس دارنا في باش يوقفوا معايا ويخليهم هما يعيشوهم عندهم بحكم الناس اللي جبتها هذيا واصله في الدوله قالوا لي باش نزل لك اولادك الاطفال سايي والله قريت لسويس اي علاش اسالهم لحظه مشيت خذيت النقله من مدرسه مهرب في صغاري هربتهم هربتهم لدارنا في سوسه وقلت لهم ماما ما تخليوش صغاري يخرجوهم ولا يهزوهم لي ومشيت خذيت النقله وافقت لي المدرسه نحب نقول له وزير التعليم ماما راهي وافقت لي المدرسه اعطتني النقله هل يعقل شهر نص صغار ما يقراوش وامتحانات وبوهم في السجن من اللي توقف لازورته نهار ما عنديش باش نزور ساي دمرت به هل والله والستين حزب لازورته من اللي توقف شهر ونص ايش عنده تو شهر ونص قلت لك هيا كل شيء بطاقة زيارة ونعطيك كل شيء من سبب الناس هذه الاجراء اللي دمرتني به انت هل يعقل هذا هم صغار يقراو ويترنيو ويعلم بهم ربي في جرة اشخاص في الدولة تخليهم شهر ونص ما يقراوش يا عباد 12 سنة في رعاية متاع قراية في رعاية متاع امتحانات فاش متعطلة تو فاش متعطلة لحظة لو كان أمهم لأنها حتى كان التجأت خرجت كلام وقالت الناس هذيك عملت لي وعملت لي ما تضرنيش ما تضرليش صغاري ما تمسليش صغار هذيك وتهددني أنا تعبت عليهم وعملها لي قبل المسؤول عملها لي قبل المسؤول ودمرني في زواج ثاني هذا زواج ثاني خسرت ولدي 16 سنة اي وخسرت عرسي كيفاش خسرت ولدك؟ اي طلقت اي وخذوا ولدي اي اختي بالفيديو تو اش عملوا لي شتتوني تو مشيت لوزارة المرأة خذيت عمل صبيت الدوزية صبيت الدنيا كل سيدين كل زوز سيديات من اللي عملوه فيا كل شر كل فلاش صبيته في الوزارات تاع الدولة اللي هي تدافع عليا نورمالمون اش عملوا لي؟ قالوا لي صغارك والله من لزوم الاطفال ومش نتحط شكون اللي قاله لك الكلام هذا؟ بس هذا الرجل اللي عمل لي الشيء هذا قال لك هكا؟ اي والله والله واللي يشعر في الموازيدي من ربي قلت له ما انا عندي صغار حرام حرام راني خسرت قبل راني من الناس مسؤولين قبل في الدولة ما تخسرنيش انت خاف يا ربي قلت له راني تعبت شعمل لي دمرني اختي هاو بوم التجا لانه شرا تليفون مزروق وكنت لاباس عليا مكفي بالك فجاه يتحكم بعام باش ننقل ولادي من دوله لدوله مش ننقل ولادي لانهم باش يرجعوا يقراو من مدرسه لمدرسه ومن البلاد لبلاد لانهم يحميوني دارنا باش ما يوصلوش لي وصل له بابا وقت تفكت له داره وكل شيء قالوا لي استنى كفاله متاع ابوه متاع ابوه يعطيك الكفاله امشي للواحد المحكمه القاضي الاسره وسب المطلب لانه هو محكوم بالحكم هذاك شنو هو معناتها عام واللي هو معناها بوم في السجن وكل مشيت نعمل فيهم هذوما وصبيتهم للمحكمة، إيش قالت المحكمة؟
قالت لي استنى نهار 13 الجاي هذايا لين معناها يجيبوه لجلسة ويوافق على الكفالة. يا عباد هل يعقل هاو مضمون جواز وهاي دنيا وهاي واحد؟ هل يعقل هذم صغار انا متكفلة بهم ومربيتهم ومطلعتهم على السطلاعة وشوف التيري المهم تاعهم وشوف دنيتهم؟ الناس هذم يا اختي خلوني 100 فرنك ما عادش في جيبي، قسمت بالله نحكي معاك نمشي في ثنية 200 فرنك في جيبي، دمروني نبت في الشارع شهرينك في بالك بيا نبت غادي كينا، وانا نشكي من سلطة لسلطة وانا نقول يا مان امان ونهز في السديات من مسؤول المسؤول ونقول لهم امان كان نعرفك الفيديوهات اللي هبطها هذيك اللي انا تضربت واللي انا تهنت واللي انا تحجرت باش يوصلوا لي اللي انا نموت توا هكا في الدنيا هذيا بالقهر. ميساجك اليوم لشكون؟ قالوا لي ميساجي ميساجك اليوم لشكون تحب توجهه؟ نوجهه لقيس سعيد. يا قيس سعيد برحمة والديك انت اللي باش تقف وتاخذ لي حقي، راهو كلهم باش يشمتوا فيا وباش نزيد الفيديو هذا باش يشمتوا اكثر. يا عباد هل يعقل البنكة عطيتها فلوسي؟ تعرفش معناها بنكة تبع الدولة؟ السبايا تبع الدولة؟ خرجت دخلتها فلوسي بيدي بعرقي وبحلالي. هل يعقل فلوسي بقات في الزيروات ما عنديش حتى فرنك فات صحيح دمرت من الناس هذه من القضاء للدنيا للكل. مشيت لها للسي بي قلت لها امان برز امك متعني حتى بزوز ملايين ولا بثلاثه ملايين رمز غريب باش يتفكوا، خلينا نمشي نجري لهم حتى عوام في البريود هذيا ويقراوا. راني انا تو نبت في الجرح وتحطيت تحت السقين. هل يعقل انا باش نستنى الكفاله نتاع بوهم نهار 13 جلسه باش الصغار يرجعوا يقراوا وامتحانات؟ شوف امتحانات هذه الاولى وامتحانات الثانيه، هذا باش يشدوا امتحانات الاولى باش يشدوا الثانيه. حرام 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 راك تعمل لك ايه؟ لو كان انا سأت وهبطت الفيديوهات هذيك انتم ضربتوني وتعديتوا عليا اه نورمالمون كنت تعطيني حقي، مش تزيد تعذبني تخليني توصلني سكولات. تتذكر الفيديو اللي هبطته السيده ها باش نوريهولك؟ قالوا لها راك تمت بدعوه الوليه ودم ايش عملت؟ حتمتني تحتيهم هي والسيد الاخر، خليتني علاش ما يسمعونيش؟ خاطر هما كيلو وانا رطل، كيما نفس دارنا اللي تفكت وكيما نفس كل شيء. ما هي اختي انا باش مشيت المرشده اش قالت لي؟ طلبتني قالت لي اش عملت كيفاش تهزوا ملطفيه؟ كيفاش تهزوا ملطفيه لما نوريك ولادي كيفاش متربين؟ يا اختي ولادي راهم متربين يلبسوا تي ان ثلاثة صغيرات. يا اختي ابار اللي خسرته في عرس هلول وليد، يا اختي لبسوا تي ان، يا اختي لبسوا رماكز، يا اختي ولادي في التريلمو عز التريلمو. ليش؟ شعري طاح، اغزل تاعي طاح، دنيتي طاحت، ايس تعرف اش هبوا يعملوا لي؟ لانه يستفزوني كوني انا نص النقط الروحي. يا هلا العار اش خسر عليا واحد؟ قالت لي المراه قالت لي لازمك تمشي بسيكاتر. يعني نبكي باش نتفرهد مش باش نمشي لبسيكاتر وانا نجيك ونقول لك يا عباد راهي هذه صغار، راهي هذه صغار، هذه تقرا سنه رابعه وسنه ثانيه من جره العباد وولادي ولدي فلوسه متاع الطور كل جبتها من لين ما بقاش 8 سنين من جرتهم الطفل ما طهرش ولا اي والله اللي عملوه فيا السيد هذا الرجل الاعمال والسيده هذيا والله واللي يشع في محمد لا يعملوا بني ادم. نمشي نخدم غادي يا اختي باش نوريك بالفيديو وصلوا بيت ولادي في الشارع غادي كينا هاو بالفيديو ولا واحد رحمهم وقف عليهم ولا قال خلي المراه ذيك ترجع تخدم على روحها وحرام عليكم حتى تطلع. انت عندك زوز طلبات، طلب الاول ما يهزولكش صغارك؟ ما يهزوليش صغاري. طلب الثاني يرجعوك تخدم؟ يا دي يا اختي اغسل كيفاش هذه النقله؟ هذه النقله بتاع المدرسه، هذا صغير صايب جمجم جم لطفيل عليه حرب عليكم. علي صغير كان وريك فوكاله بتاعه يطلب فيه شي يقول لي نمشي نزور بابا ما زاروش حتى انا. هل يعقل طفل بوه ما زاروش زوز ولاد ما زاروش بوه حتى انا؟ هو شنو السبب اللي يحبوا معناها يهزولك ولادك لقريه الاطفال؟ لاني انا هبتك الفيديوهات هذيك اللي يضربوا فيا ويتعداوا عليا ولي كل شيء. والسيد هذا بتبيعته كيلو هو. والسيد الاخر اللي ماخذ البنيه اللي وريها لك زين اي قال لك خاطر انا مش قاري فيهم توا ما مره وشهرين راني قيم شهر وانا صاين نقله ما انا هيا مشيت حمايه الطفوله نتاع قروان مشيت حمايه الطفوله نتاع سوسه
صبيت لها المطلب والدنيا ومشيت حتى المحكمه الحكم. قالت لي استنى الجلسه نهار 13. يا عبيد كيفاش نستنى الجلسه نهار 13 وصغار قاعدين ما همش يقراوا؟ راهو عندهم فكر في مخهم، راهو تفكير نتاع قرايه. تش معناه تفكير نتاع قرايه؟ لين راهو يحضر في يا ما نرم ولادي كنت جاوبهم راك يغزل 13 هنا باش نستناك 13 الجلسه. يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس كي نستناك انا الجلسه باش انت ترجع عايدهم يقراوا. نبقى نهار 13 نهار 13 قبل ما 13 في المرجده تفك لي صغاري. تلاش تلاش احتقدوا فيا كيما هكا؟ ولا البنك اللي اعطيتها فلوسي وما خديتش منها ربا؟ ربا ما خديتوش، ربا نطيشو. اليوم يا مام ما عنديش حتى 100 فرنك قلت لك، وريت بالعكس ما تزيدوش يشمتوا فيا. هبط الفيديو هذه صح، هذه صحتي كيما كنت كيما تو. راني والله نمشي نزيق المجلس بلاش، ونعيط لهم يا ربي يا ربي الناس هذه خذ لي حقي، راهم شردوني صغاري. راهم صغاري كنشوفهم كاش كانوا يلبسوا، راهم جاوني في النقطة الحساسة ويستهزوا فيا. اللي يقول لك تمشيش تعمل حاجة في روحها، لن نعمل حاجة في روحي يا أختي. أنا راهو خلقني ربي وضعيفة الإله مش ضعيفة العبادة. راني تعرفش معناها ضعيفة الإله؟ ضعيفة الإله لأنه الإله عز وجل ما قاليش اقتل نفسك على جال مال ولا على جال دنيا ولا على، لا ما قالي احمي صغارك. كي مش احمي صغاري نقى صغاري هكا. في كلمة ختام قلت لي صوتك موجه لسيد رئيس الجمهورية. طول يعني طول سيد رئيس الجمهورية هو الوحيد عاطي في الثقة، حتى واحد حتى هو ريت سيد رئيس الجمهورية يتفرج في دارنا ذيك الكنام والفوايا اللي عملوه. كيفاش دمر بابا يابطوا القروان سونتر ما يقولوا لهم حرام حرام؟ تعرف خويا كي جاي يكلم رجل الاعمال باش ياخذ لنا ما يعوض لنا الدار، خاطر على اساس ياخذوا الدار هذيك، قالوا نشيكم دار ب 20 مليون. يقول له عليه حرام وشي، وقفوه شدوا كعبه ورقه هزوه عدوا الحبس ثلاثة جمعات. نورمالمون مو قانون السيد الرئيس شقا قال شد بورقه يروح؟ لا ما روح زاد خويا. نخلي لك الكلمه الاخيره. انا ملي نهبط الفيديوهات نتاعي ولا وحده رحمني ولا وحده وقف معايا. انا ريت انا نقول لك حاجه، نقول لك اختي اليوم واسع غدوه ضيقه. ريت السولات القديمه كي عملوا فينا الشر العالم كل سامع بيهم شنيا، والسولات الاخرى عالم كل سامع بيهم شنيا. انا تو اختي هزيت ذهبي وفلوسي دنيتي كل باعتهم ما عادش دوروا. قلت لك والقران والستين حزب راجلي مني توقف لمشيت نهار. وعلاش ممشيش؟ خاطر ما عنديش اختي، مش باش نجيب فلوس حرام. انا اختي اليوم واسع غدوه ضيقه، ما نجمش نعطي شرفي، شرفي اغلى حاجه. حشيك حشيك مدام. اغلى حاجه عندي عند ربي هو ذاك، خاطر باش نتحاسب اكثر. مي هادهم يا عباد هادهم نقله، موافقه من نقله، الموافقه من نقله من المدرسه لمدرسه هايكا سي بوب. مي علاش المدرسه؟ علاش الناس هذوما قالوا لي استنى القضاء باش انا يعطيني نقلة اولادي وامتحانات؟ يا عباد امتحاناتي راهم يتعلموا وراهم يقراوا وراهم في تريلمو، مش السيد هذا اللي هو كيلو يطيش الرطل يخليه يموت بالبرد ويبيت في الشارع. بحلى بحلى زوز مساحة افريقيا هذيا لهنا ومتشردة الليالي وانا نمشي بالمسؤول. المسؤول تو اش طلبتني مرج داش قتلي قتلي ايش عملت؟ قلت لها قتلي يجي نهار الخميس، معناها باش يجي انا اليوم سلم اولادي للدولة وتقوم امان. يا عباد شكون قالك باش تفك لك صغارك؟ يا اختي هي قالت لك باش نحي لك صغارك؟ باش ياخذوهم مادام ما يقراوش كيما هكا وانتي ما يجي حالك حتى شيء. رجلهم في امورهم قعدوا رجلهم في قلت لهم امورهم قبل ما يقولوا لي. انا راني مشيت تسكرت وجهي الدنيا كل قبل ما قلت لهم امورهم وما لقيت حد. شنو تحب تقول في كلمة أخيرة باختصار؟ الكلمة الأخيرة قيس سعيد اللي باش ياخذ لي حقي، راه ما فما حد باش ياخذ لي حقي، خاطر أنا جيت في عناصر في الدولة خايبة على الآخر وما خافوش فيا ربي. كاين فما شكون ينجم يعاونك في الظروف الصعيبة هذه على الآخر؟ نجم 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 تخلي رقم تليفونك في آخر الفيديو. أهوا رقمي أهوا راني ما عادش يا زلمك أهوا رقمي غني رقم لحظة رقم التليفون نتاعك 23 687 909. بالنسبة للعبيد اللي تحب تعاونك ولا أي مسؤول زاد ينجم يعاونك. خف معايا يا عبيد رجع قلت لكم خذوا المال خذوا الدنيا صحيح وخذيتوا صحتي سيبوا لي صغاري.
انا ريت يا اختي اش قالوا لي تو، قالوا لي استفزازك بصغارك، عملها لي سيد مسؤول قبل في السلطه، عملها لي وريتك يا اختي بالفيديو، ما كمش الناس هذيك حماتني راهم ماتوا، ما تو خسرت، قلت لك عرسه ثاني تو باش نخسر، هذا باش نخسر صغاري ان شاء الله ما تخسرش صغارك، وان شاء الله ما ياخذولكش صغارك، ربي صغاري ما يتفكوش، وان شاء الله اللي جريت عليهم عمري وبعت عليهم عمري صاي، مادام وزلت بيت في الشارع وما لقيت حتى مسؤول وقف لي ورحمني، زاد بالعكس شمتوا فيا، ولا اختي باش يزيد الذيعة وصغاري يتشردوا، ولا اختي تربيت اولادي محلاها، ولا اختي وليدي راك تجيب مالا تربيتهم، ولا اختي كانت تجيب التريمولي نقري فيهم، ولا انا عادي مصعباني وما مقلقنيش.